الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قول الله تعالى من قبل أن يتماس، يقول هل معناه أنه لا يأتي أهله إلا بعد الانتهاء من الكفارة إن اختار الصوم مثلا، أم أنه يكفي ولو بمجرد النية أو البدء بالصوم؟ يعني كلامنا صار ما له أثر ولا شيء. أعيد السؤال. يقول أحسن الله إليكم في قوله تعالى من قبل أن يتماس، يقول هل معناه أنه لا يأتي أهله إلا بعد الانتهاء من الكفارة إن اختار الصوم مثلا؟ من قبل أن يتماس يا أخي، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فلا يطع زوجته إلا بعد صيام الشهرين المتتابعين.